سؤال آخر تقول: ما حكم التصوير بالكاميرا للنساء إذا كان من أجل الجواز وكان المصور رجلا؟ إذا كشفت المرأة وجهها عنده للتصوير للجواز أو للذكرى، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الأصل أن التصوير محرم بالكاميرا أو بغيرها، لعموم الأحاديث التي تنهى عن التصوير ولعموم الوعيد على المصورين. الأصل في التحريم أنه فالأصل في التصوير أنه محرم بجميع أنواعه، إلا ما دعت الضرورة إليه كصورة الجواز أو بطاقة الشخصية أو رخصة قيادة السيارة، وهذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للرجال الذين هم بحاجة إلى مزاولة هذه الأعمال والأسفار، أما المرأة فلا يجوز لها التصوير، لا يجوز لها التصوير لا للجواز ولا للبطاقة. ممنوع هذا في هذه البلاد والحمد لله. وكذلك السفر، لأن هذا من الفتنة، والسفر يكفي بطاقة العائلة المعروفة. نعم.